لا هي جلسة عامة عادية كما قلت، ولكن ثم مريت كبير المندوبين اللي حضروا، الجمعيات اللي حضروا، الرابطات اللي حضروا في الجلسة العامة هذه. كما شفتوا معناها فيها نقاش، فيها اقتراحات، فيها مصادقات على التقرير المالي والأدبي، وكانت فرصة لعرض رياضي إداري أدبي مالي، وسمعناهم وخذينا بعض الاقتراحات كما كنتم تسمعوا. ولا أحسن استنتاج بالنسبة لي هو العائلة الموسعة لكرة القدم التونسية تبقى عائلة متماسكة في كل المواعيد وفي كل المحطات، على اختلاف مصالح بعض الأندية أو وجهة نظرها. سي وديع، زوز سؤالات مع بعضهم باش نخلي الزملاء يسألوا. السؤال الأول، وضعية مستقبل الرجيش اللي اليوم كان ما نجمش يحضر خاطر ظهري ما خلصش من خيرات، وضعية أكيد تهم الجامعة التونسية لكرة القدم. السؤال الثاني، الأندية كنت تحكي على الحضور الكبير لهنا، ولكن الترجي الرياضي التونسي غايب. هو ظهر لي كان الترجي غايب في الرابطة المحترفة الأول، كان مش غلط خاطر مستير خلط جامعة واحدة. عذرهم معاهم إن شاء الله المال أخير وعادي، معناها ساعات في كل الجلسات العامة ما نجمش ثم نادي أو اثنين يتغيب، وما عنديش عليه تعليق الموضوع. دكتور، وبالنسبة للرجيش ما زلت أجال الانخراط مفتوحة. أنا حسب ما بلغني أنهم بعثوا أو بيشبعثوا باركوري، تو نشوفوا ديسي 100 سبتمبر هو اللي الانخراطات تقعد، نشوفوا معاهم شنو الوضعية. أنت قلت لي اسم اللي تحب، فقط في موضوع ترجي الرياضي التونسي، حرب البلاغات هل ستنتهي؟ الاجتماع اللي كان مقرر يصير هل باش يصير ولا لا؟ انا والله انا ما بالنسبه لي مش حرب، بالعكس احنا نحترموا الانديه الكل اي كومبيتي ترجي الرياضي التونسي، والموضوع انتهى بالنسبه لي انا. ثم اداره نتاع الترجي، ثم اداره نتاع الجامعه، تو يواصلوا العمل مع بعضهم وانتهى الموضوع. اليوم لازم المنتخب الوطني يركزوا معاه، باش يصير اجتماع اكيد. احنا استدعينا الترجي الرياضي وهم استجابوا للاستدعاء نتاعنا، وبينتو باش يقعدوا وانتهى الموضوع، وبتاتر خذا اكثر من حجمه. ولكن اليوم انا اللي نحب نقوله بالنسبه لنا احنا، الموضوع انتهى، تبقى اداره في اداره يواصلوا العمل نتاعها. اثنين، احنا باش نركزوا على السيكل الجديد نتاع المنتخبات الوطنيه اللي باش يبدا بزوز مقابلات وبعد زوز في جابان وكوريا وبعد تصفيات كاس العالم وبعد كاس افريقيا، يعني فتره فيها 3 أو 4 شهور جديه فعلا معناها. وكيف كيف النوادي التونسيه أنتر أوتر الترجي الرياضي التونسي عنده محطات هو اكيد باش يركز فيها، ونحن لازمنا نحترموها باش نخلوا الناس الكل تحضر كما يجب. اتفقنا مع وزاره الداخليه على اساس ثم توجه من الوزاره الداخليه، ونقدر انه مناسب. وبالمناسبه نحب نحييهم لانه تقريبا اكثر مؤسسه تعبه معنا الحقيقه، معناها ولولا المؤسسه الامنيه بتاتر بعض المواسم ما كانتش تكمل. اليوم ماشيين في توجه الاستاديه في الملاعب، لانه المشهد نتاع عوان امن بالزي داخلين في استاد ومطوقين استاد من داخل يبدو انه فيه وعليه. دونك نخيروا اذا كان ننجحوا بمشروع الاستادي بعد تولي ما بين النادي والرابطه ووزاره الداخليه في مستوى جهوي ومحلي او مركزي. ولكن لو ماتش بيلوت اللي باش نجربوا به وباش نعملوا به لا ديمونستراسيون هو ماتش بوتسوانا، منتخب الوطن التونسي بوتسوانا. دونك باش تراو دي ستادي في محيط الملعب بتاتر في ليغرادان، تعالوا شوفوا. ووزاره الداخليه مشكوره، قالت انا وسعاده نعمل فورماسيون للاستادي اللي تجيبوهم باش هكا نتعاونوا. ونحن كما تعاوننا قبل ماذا بينا نعملوا موديل مودرن نسوقوا له، سواء كانت الفوتبول التونسي بتاعنا ولا لدولتنا، باش يكون مشهد حضاري كما يجب ان يكون. دكتور، المزاج العام بتاعنا لازم يكون وقت الفرحه نعيشوها. جات من الهاند، من الفوت، من الباسكيت، من الفولي، من التنس، من اي سبيسياليتي، جات من الرياضه، من الثقافه، من غيره. الاعتزاز بالانجاز التونسي لازم. انا هيك معناها، انا كي نشوف فنان، خلينا بعد على الرياضه، كي نشوف فنان تونسي البرا نفرح. من لم نبداش نلوجوا على الثغره نتاعه، والله صوته هكاك وبرا، والله لبسته هكاك وبرا، جي سي با كوا. خليني هالمثال نسوق له. انا من هواة ودعاة التسويق الايجابي للدوله التونسيه في كل قطاعاتها. دونك وقت يبدا حاجه ايجابيه، مش على خاطر باش نجبدوا صالح ولا علي ولا محمد ولا وديع، نوليو نبحثوا على حاجه حتى كان مش موجوده، اريان كو بور فيزي او سيبلي اون بيرسون بارتيكوليير. انا مع انه اي حاجه في تونس فيها واجهه لتونس نكونوا ايجابيين وقت لازم نكونوا ايجابيين، وننقدوا وقت لازم نكونوا نقدوا. دكتور ديما جوستومون دو رين افون، شوف الجامعه دي بروبوزيسيون تاع فورماسيون اكسيتيرا، معناها الجامعه ثم حاجات تقرر فيها وثم حاجات لازم تكون قوه اقتراح فيها. التمويل العمومي ما نجمش نحكم في بلاصه الناس، الملاعب ما نجمش نحكم في بلاصه الجهات،
اللي المسؤولة على في مستوى محلي ولا جهة المركز. يعني ثم حاجات تابعة جامعة واسي كرة قدم لازمنا نأخذ فيها قرارات في مستوى ملاعب ما يخصش الجامعة، في مستوى تمويل ما يخصش الجامعة، في مستوى قوانين رياضية يخص الجامعة، في مستوى الفورماسيون أونتروتر الجامعة، لأنه ما ثمش فورماسيون من غير ملاعب، ما ثمش فورماسيون من غير إمكانيات مادية. دونك الجزء اللي على عاتقنا لازمنا نحسن فيه القرارات متاعنا، وجزء الآخر نكون قوة اقتراح، ونحن متأكدين أنه باش نلقاو لدينا صاغية لدى الجهات المسؤولة في الدولة التونسية. كنت عملت نداء للأندية قبيلي، قلت نحضروا مع بعضنا قرارات ومن بعدش نعطيهم للدولة. وي اللي هما شنو حسب رأيك بشنو تنتظر في الأندية؟ في مستوى التمويل، في مستوى الملاعب، في مستوى مدى تطابق حقيقة الاحتراف وواقعنا، في مستوى بتاتر سي ان اس سامبو، في مستوى إعادات البث التلفزي، كل من له علاقة مادية تنظيمية بنية أساسية في أو قوانين تتعلق بالليزانتيري دي كلوب. الجزء الأول، السؤال الأول، سميت ثلاثة ملاعبية، عدنا اتصالات متواصلة معهم، حظوظ الالتحاق بالمنتخب قائمة بنسبة متفاوتة، ثلاثة ممكنين بنسبة متفاوتة، دونك ما ثم حتى حد 100%، ما ثم جزيرة 0% بنسبة متفاوتة شوي. الثاني وقع استدعائي بناء على موضوع يتعلق بالنفاذ المعلومة، اي واتش انتراتر وبارتيكولير مو اي واتش، بعثت الوزارة الشباب والرياضة، ولكن الشاكي هو وزير الشباب والرياضة على النفاذ المعلومة بناء على تعامل الجمع من نفاذ المعلومة. وما عنده حتى علاقة بما راج في الأول على أساس عقود مالية وانسيت سويت. ومشينا ونحن راو أي مرة باش تستدعانا مؤسسة مؤسسات الدولة نمشوا لها باعتزاز ومش متخبين. هيك مؤسسة مؤسسات الدولة كيما ناخذ فيها باسبور، كيما ناخذ فيها بطاقة، كيما نمشي لها وقت استدعاني. أي مؤسسة سواء كانت أمنية ولا قضائية مستحيل نهار، هاي فرصة، مستحيل نهار ثم جهة استدعتني ما مشيتش. وبالتالي حتى كان يتقال قبل كله هاو مستدعى وما جاش وهاو بطاقة جلب، ما ثم منه حتى مرة صح. أي جهة استدعتني نمشي، وحتى في المستقبل. أنا كنت برشا مرات في الخارج وجلس استدعاء وأنا في الخارج وروحت سبيسيالمون خاطر الاستدعاء. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.